حبيته من أول ما شفته. شغلي وحياتي ومواعيدي كل ده مستعدة أوقفه وأعيش معاه عمري كله. أنا عايزة أكون للراجل ده. إيه العبط اللي أنا فيه ده؟ آخرتها هكلم نفسي زي رشا الهبلة دي؟ فيها ايه يعني؟ انت عايز ايه يا رؤوف؟ ولا حب بالعافيه يا اخي؟ ايه ده؟ ده انا نفسي بتكلمنا اهو. ايوه يا سيدي الحب مش عافي، بس هي دي اللي انا بحبها. بس هي مش بتحبك، هي بتحب حسام. اللي بتحبك هي اللي هناك دي. مالها؟ ايه عيبها يعني؟ يا رب. هو ده الانسان الوحيد اللي ممكن اتخيل انه يتقفل علينا باب واحد في يوم من الايام. يا رب اجعله من نصيبي. كل همي دلوقتي الناس بتلاقيه ان انا حسام اللي هي تعرفه وبتثق فيه. كنت غبي قوي وتصرفت بطريقه غلط. مش مصدق اني عملت كده. لازم الفكرة اللي في دماغي تكمل وأعمل أحسن شغل عملته من ساعة ما اشتغلت مع أريج، وهعمل كده. لو في إزازة بيرة دلوقتي كانت تبقى القعدة فل. أنا بعد ما أخلص هقول لحسام إنه قدامه لغاية ما نرجع مصر. لو مش عايزني زي ما أنا عايزاه يبقى إنساني فوريفر بقى. هو كده عاجبه عاجبه، مش عاجبه طز. ايه يعني مليانه شويه؟ ما انا دمي خفيف واصلا يعني ممكن اخس. لا 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 لا، صعب قوي موضوع الدايت ده. ايه يعني بلبس 3 ولا 4 نمر زياده عن باقي البنات؟ انا مختلفه، انا كده وهفضل كده، واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش طز. دي انا ومش هغيرها. وامي دايما بتقولي كل فوله وليها كيان. مش عارفة ألاقي نفسي، مش قادرة أعرف أنا فعلا ملتزمة ومتدينة ولا بس عاوزة ده يبقى الإيمج بتاعي. لكن أنا من جوه مش كده. لا أنا كده، أنا بحب ربنا وبحب أكون ملتزمة. كل الحكاية إن أنا أحيانا ببقى عاوزة أعمل حاجات بلاقيها مش راكبة مع الحجاب ومع الإيمج اللي أنا عاوزاها. أقلع الحجاب؟ لا لا لا، أنا بقالي سنين كده. أنا بس أحسن من نفسي شوية. وبعدين ماله بنعمتي؟ راجل متدين ومحترم بيحبني. الخلوة العلاجية بعملها دايماً مع نفسي، بحس إنها بتغسلني من جوايا، بس أول مرة شارك فيها العدد ده. التجربة دي كانت هايلة وكلهم خرجوا منها في حالة مختلفة، وأحلى لحظة لما كلهم قرروا إنهم مش هيمشوا من هنا إلا هم خارجين بأحسن أفكار للمشروع بتاعهم وفي الوقت المناسب. ربنا يوفقهم. الإنسان بيتولد ونصيبه قدامه، نوعه، اسمه، تعليمه، جوازه، صحابه، حتى نوع العربية اللي هو هيركبها. وزي ما حضرتك هتشوف معانا دلوقتي على السكرين، هنعمل لحضرتك شرح تفصيلي للستوري بورد، دي هتوضح لحضرتك الفكرة بالظبط إيه. We'll be right back.
مالك؟ الراجل جوه طاير من الفرحة، فرجته خمس أفكار لخمس إعلانات ومبسوط جدا. الحمد لله. بصراحة لولاك ولولا المكان العبقري بتاعك ما كانش فيه أي حاجة من الكلام ده ممكن تتحقق. ده غير بقى كمان إن أنت اللي أوحيت لي بالفكرة المين للموضوع ده كله. ما تقولش كده. الحمد لله. طب بقول لك إيه، خش كمل ميتنج بتاعك وأنا أما تخلصه أنا مستنيك وأنا. طيب أوكي. ربنا معاك. مسيب. متأسف جدا. وزي ما حضرتك شايف في آخر الإعلان هينزل السلوجن Auto Life Your Life. اختار صح تعيش صح. برافو برافو برافو، هايل يا جماعة، هو ده اللي أنا كنت عايزه بالظبط. هايل يا جماعة. حسام أخذ مني فكرة إن اختيار العربية عاملة زي اختيار شريكة الحياة. طبعاً ده أوفر مني ومنه، مفيش أهم من اختيار شريكة حياتك. الغريب إن في المرحلة دي كل الموجودين اختاروا مين هو شريك حياتهم. رؤوف اتجوز خديجة اللي بتحبه وبتموت فيه، ومية قدرت تجيب حسام على بوزه وبقى هو اللي بيجري وراها لحد ما اتجوزها. إسراء اتجوزت ابن عمها، ورش اخيرا سابت النت وبصت حواليها فاكتشفت ان جارها هيموت عليها ونفسه تبص له بصه واحده. صحيح كل فوله وليها كيال، اما انا وقريش فكنا اول اتنين ناخد الخطوه دي بعد نجاح الكامبين بتاعهم، والعربيه عملت مبيعات عاليه جدا في السوق. اتجوزنا وقضينا احلى شهر عسل، واتفقنا كلنا ان كل سنه هنيجي نقعد هنا اسبوع من غير كهرباء ومن غير تكنولوجي ومن غير أي حاجة تفصلنا عن الطبيعة. دي تالت سنة نعمل كده، بس أنا اضطريت أنزل القاهرة. كان المفروض أرجع بكرة بس رجعت بدري يوم، كلهم هيتفاجئوا بيا. المنظر اللي قدامي ده أنا كنت متأكد إني هلاقيه، بس بصراحة أنا عذرهم، أنا نفسي مخبي اللابتوب والتابلت والموبايل في أوضة مكتبي. أصل يعني بعد 3 سنين من الجواز صعب أوي تعيش من غير التكنولوجيا، ده مش بس لمدة أسبوع، ده ولا حتى يومين. أما هنقول إيه يعني؟ حتى أهلنا زمان كانوا كده، بس زمان كل الحكاية إن الموبايل والتابلت حلوا محل الجورنال واتركوا